والخبر انه هو محزن يتحول الى جراج للدراجات النارية. بالضبط. طبعا الخبر يقول جامع العادلية الكبير هو من مساجد بغداد الأثرية التاريخية، ويقع في منطقة الرصافة في بغداد قرب شارع النهر في حي المستنصرية. وكان الجامع يحتوي على مدرسة دينية درس فيها الكثير من علماء وأعلام، منهم الشيخ نجم الدين أفندي الكرم، وأنشأته عادلة خاتون بنت أحمد الشاه زوجة سليمان باشا والي بغداد عام 1749 ميلادي. ولقد أعيد ترميم الجامع عدة مرات، لكن مثل ده شوفين بعد شوفين صور. بالضبط نشوف يعني هاي الصور. يعني إحنا بالعراق عندنا خلل كبير في متابعة الآثار اللي موجودة بالعراق، هذا يعتبر أحد الآثار اللي موجودة في بغداد المهمة جدا. طبعا انت من تشوف هذه يعني حتى انه هو جامع يعني ما يلق بانه يكون هذا الشيء اذا قدسيه دينيه او قدسيه تاريخيه فعلاً. يتحول الى جراج لدراجات الناريه صعب يعني عندك علم بغير بلدان المعلم الحضاري المنبر او الاثري ممكن عليه جامع ممكن عليه مطار يعني تدريش قد يعتزون به وايش قد يحاولون يقومون باعاده ترميم وإعادة تأهيل، لكن إحنا بالعراق عندنا العكس هواية إحنا نسلط الضوء على هذا الموضوع، لأن للأسف اليوم عندنا الأماكن التراثية الأثرية ما نقوم بإعادة ترميمها أو تأهيلها أو تصليحها، إنما على العكس تماما، يا أما تتعرض للهدم أو ممكن نحولها لمكان ثاني تماما. هذه الأماكن تعود لسنوات وقرون جدا عديدة، لكن بالعراق شنو اللي يصير؟ ده نمحي هذه المعالم الأثرية، ده نمحي تاريخ العراق، احنا هسه بإيدينا ده نمحي تاريخنا اللي ممكن ده نتباهى به قدام الدول والبلدان الأخرى. المشكلة هي وين؟ إنه مو بإيدينا، احنا لو بإيدينا بيها باو جو. لا من إيدينا صدقني. بس وين الموضوع؟ الموضوع حسنا احنا نقعد نبكي ونقول ماكو اقتصاد العراقي منهار، الاقتصاد العراقي والاقتصاد العراقي. الدخل السنوي للسياحه ممكن يكون بالعراق من اعلى المداخل السنويه الموجوده بكل البلدان، فعلا نقدر نعتمد عليها وينهض بواقع الاقتصاد العراقي. عندنا سياحه دينيه وعندنا ساحه اثريه وعندنا سياحه في الشمال سياحه طبيعيه طبعاً. لكن احنا ما مستغلين كل شيء، احنا نقعد بس على النفط وراها انهار الاقتصاد وما عليكم بالباقي. إذن الخبر الثاني، إذن